شباب كده تمام، ناس متابعة شايفة ال شايفين الديسكتوب عندي بيتهيألي. تمام يا مرنا معايا، واضح الناس التانيين يعني عندهم لا لا مشكلة في ال. لا لا طيب تمام يا دكتور، تمام. اوكي، الشابتر الاولاني طبعا احنا خدنا 3 شابترز قبل ما ندخل في الاجازة بتاعة العيد، وقبل الفيرست ميد تيرم اللي احنا خدناه خدنا شابتر خاص بالالجبرا برينيمريز، خدنا فيه الفيرست ديجري ايكويشن، سكند ديجري ايكويشن، الانيكواليتيز، الابسوليوت فاليو. خدنا شابتر نمبر 2 بيتكلم على الستريت لاين ايكويشن، هاو تو ريبريزنت ات، هاو تو ريبريزنت ذيس تايبس اوف ايكويشن اوف ايكويشنز ام سوري، وهاو تو جراب ات، ازاي تقدر تنشئها من الاساس، وده له ابلكيشنز كتير جدا في الشغل بتاعنا. كمان خدنا خلفيه او خدنا شابتر بسيط مبسط جدا 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 عن الديريفاتيفز، ازاي اقدر اعمل ديفرنشيشن لسيرتن فانكشن، هاو تو جراب ات اند هاو تو جو ثرو ات. اوكي، النهارده هنبدا نخش في الجزء الثاني. هو اكشوال مش الجزء الثاني، هو المفترض الاكبر في الجزء بتاع الفاينانشال ماثماتكس. المحاضره بتاعت النهارده بتختص بان احنا هنبدا نشتغل على حاجه اسمها ماثيماتيكال مودلز ان ايكونومكس. هي اتس ا دايركت ابلكيشن على 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 ازاي نقدر ان احنا نعمل ابلكيشن على الستريت لاين ايكويشن فيرست ديجري او سكند ديجري، ازاي اقدر اجمع فاليوز معينه، ازاي يبقى عندي ايكونوميكال بروبلم واقدر اعمل لها موديلنج، احولها لمجموعه من المعادلات. ما انا واخد الماثماتكس في البدايه عشان كده، ان انا لو عندي مشكله ما اقدر اجمعها مع بعضها وافكها واحولها لمجموعه من الايكويشنز اللي لما احلها احصل على الحلول. فده البدايه، هو السيميوليشن ده. انا بتخيل ان الشابتر ده من الشابترز المهمه قوي. فهتلاقي الباراجراف الاولاني بيكلمك ان احنا ازاي بنقدر نعمل ماثيماتيكال موديلنج، في ابروتشز كتيره قوي، في مينينجز كتيره قوي اقدر ان انا اترجمها. الجزء الاولاني هنتكلم على بعض الكونسبتس البسيطه اللي هي مهم انها تكون موجوده معاك. اول كونسبت وديفينيشن هو الكوست كونسبت. يعني ايه كوست؟ اي بروجكت او اي فيرم او اي فاكتوري انا بعمله، حتى البيت نفسه، حتى حياتك الشخصية موجود فيها كوست. التكلفة هي نيجاتيف ماني، هي فلوس انت بتدفعها من جيبك عشان تحصل على شيء ما. ده فكرة التكلفة. التكلفة بالنسبة لأي انفستور، لأي صاحب مصنع، بتنقسم إلى جزئين أساسيين. يا إما تكلفة مرتبطة بالمنتج خاصة بعملية الإنتاج، يا إما تكلفة للpreparation في البداية. أنت لازم تبقى موجودة عندك الحاجات دي في البداية من الأساس عشان تقدر إنك تقوم بأي process من البروسيسز اللي هي موجودة عندك. طيب لو أنت حبيت تقرأ الديفينيشن بالظبط، بيقول this term means simply in mathematical words negative money. أيوة، negative money. يعني إيه negative؟ يعني فلوس you will lose، فلوس أنت هتدفعها. بيكمل بيقول لك which means money paid to have a specific item او items، هي فلوس انا بدفعها عشان احصل على شيء ما. الكوست دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى machines، ممكن تبقى goods، ممكن تبقى some materials related to a production, a certain production او حاجه زي كده. يبقى انا ملخص اللي انا فهمته دلوقتي ان الكوست دي فلوس احنا بندفعها، فلوس احنا بنفقدها. طيب هي بتنقسم لكم نوع؟ بتنقسم لنوعين أساسيين. النوع الأولاني اسمه variable cost. تاني، النوع الأولاني اسمه variable cost، وال variable cost definition بتاعها بسيط قوي. على فكرة definitions دي أنا مش عايزك تحفظها، definitions دي الهدف منها إن أنت تبقى فهمت الكونسبت، وكمان لو حد طلب منك إنك تعبر عنها تعبر عنها بأسلوبك. الـ variable cost ببساطة هي الفلوس المرتبطة بالمنتج. في حد ما يقدرش يقول الكلمتين دول؟ It is the money related to the production's number of units. يعني هي الجزء المالي المدفوع المرتبط بوحدات الإنتاج. طب يعني ده معناه إيه تاني؟ أنا مش فاهم. خليني هضرب لك مثال بس ما بعد ما أخلص الديفينيشن. لو انا حبيت اقرا الديفينيشن بتاعها بالراحه، بيقول the variable cost it is the cost related to the production's number of units.
The variable cost usually expressed in dollars relative to each unit. دايما القيم بتاعت الـ variable cost هي عبارة عن فلوس لكل وحدة إنتاج، يعني قيمة لكل وحدة إنتاج، ده معنى كلمة الـ variable cost. طبعا بالإضافة إلى من أشهرها تكلفة العمالة للوحدة وبرضو تكلفة الماتيريالز لكل وحدة. طيب يعني إيه fixed cost؟ عشان المثال اللي أنا هديه يبقى مغطي الاثنين. fixed cost ببساطة هي كل التكاليف الغير مرتبطة ارتباط مباشر بالمنتج بتاعك. تاني لو حبيت أقراها هتبقى which is simply defined as the cost needed but not related to the production's number of units. يبقى أنا عندي two types of cost: variable cost و fixed cost. ال variable cost هي all the costs related directly related to the production number of units. كل ما انتج أكتر كل ما ال costs دي بتزيد أكتر، كل ما انتج أقل كل ما ال costs دي هتنخفض. لو انا قفلت المصنع الـ variable cost هتبقى بتساوي zero. طيب ايه هي الـ fixed cost؟ هي cost needed بس مش مرتبطة بالانتاج بوحدات بعدد وحدات المنتج اللي انت هتقوم بيه او اللي انت هتنتجه، مهمة جدا لكنها غير مرتبطة ارتباط مباشر بوحدات الانتاج اللي انت هتقوم بعملية انتاجها. مثال بسيط، خلينا نختار مثال، انا هضرب مثالين. المثال الاولاني انا عايز اعمل شويه سندوتشات وبحه، يعني عايز انجح، عايز اثبت لنفسي ان انا ممكن انجح في اني اعمل اي حاجه اجيب بيها فلوس if needed يعني. فانا بفكر ان انا اعمل بروجكت صغير قوي. البروجكت ده اسهل حاجه، هجيب شويه عيش هحط فيهم اي حاجه في اي حاجه، بعدين ابيعها، اقف ابيعها في الشارع بشكل مرتب، وانا ابن ناس كده واقف محترم كده واخد بالك، اكيد هلاقي حد هيعبرني يعني او هيجي يجرب يعني. طيب اللعبه اللي احنا هنلعبها دي، ركز جدا في اللي انا بقوله لك. اول حاجه هتشغل في بالك، مش المفترض تقول انا هبيع الساندوتش بكام، المفترض يجي في بالك هيكلفني كام. اول خطوه انت هتحتاج فيكسد كوست، تكلفه مش مرتبطه انت بعت او ما بعتش لكن لازم تبقى موجوده معاك. طيب الفيكسد كوستس في البروجكت الصغير اللي انا حكيت لكم عليه ده ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى الكونتينرز اللي انت هتحط فيها الماتيريالز اللي انت هتسوقها. انا لازم اول حاجه، انا اهم حاجه دي حاجه مهمه قوي على فكره، دي حاجه ما حدش هيستهتر بيها. قبل ما انتج لازم افكر في دي، لازم الكونتينر اللي لو انا تخيلت ان انا هقف عربيتي فوق الشنطه بتاعتها او على الكبوت بتاعها احط كونتينر، لازم الكونتينر ده يبقى شكله حلو، لازم يبقى نظيف لانه هيلفت النظر للهايجين بتاع الحاجه اللي انا ببيعها فيشجع الناس انها تشتري. يبقى اذا رقم واحد لازم اشتري كونتينرز. رقم اتنين، الله، طب وي ويل نيد تو راب ذم، بس ده خلي موضوع الرابينج ده شويه، بس هحتاج كونتينرز ادي واحد. رقم اتنين هحتاج بوتس اطبخ فيها الحاجه بتاعتي. رقم تلاتة ممكن احتاج سام تانجز عشان احط ده هنا واشيل ده من هنا ويبقى حاجه شكلها مرتب شويه. هحتاج الأوفن اللي أنا هسويه عليه حتى لو هو مش موجود عندي بس احتمال أحتاجه. هحتاج جس ألبسه أو يونيفورم ألبسه بحيث أن الناس لما تبقى ماشية يعني it will grab their attention. مبدئيا لو أنت بصيت للتكاليف اللي أنا قلتها، الكونتينر والسيلفر وير أو الداينينج وير السيمبل اللي أنت هتاخده، الباكشنج يونتس اذا كان لها مينيمم، الاوفن اللي انت هتحتاجه اذا كنت هتحتاج ايس بوكس معاك ولا حاجه زي كده، الحاجات دي كلها تكلفتها لن غير مرتبطه باللي انت هتبيعه، يعني انت هتشتريهم سواء اذا عملت ساندويتش او اتنين ساندويتش او بعت 10 او بعت 20 او بعت 100، بس لازم الحاجات دي تبقى موجوده معاك، دي اسمها فيكسد كوست. تعال بقى نبص للفاريبل كوست ثانية واحدة. لو أنا جيت أتكلم بقى بالنسبة للفاريبل كوست البروجكت اللي أنا بتكلم عليه، أول حاجة لازم هروح أدفع فلوس عشان أشتري ماتيريالز. الماتيريالز دي هتكون إيه؟
materials دي هيكون البريد اللي انا هجيبه, هيكون ground beef لو انا هعمل سانشيت داخل فيها ground beef او burgers او whatever, داخل فيها مواد بتساعد زي cheese زي mayonnaise زي mustard زي ketchup زي whatever you can name it, لازم يبقى ده موجود. لو انا هعمل 3 sandwiches it's gonna be different than making a 300 sandwich. يبقى اذا انت بتتكلم على costs هتختلف بالنسبة لكل ساندويتش من الساندويتشز دي. في البداية أنا ممكن أقف فما عنديش labor cost, وإن كان المفروض إن وقت يتقسم إن هو labor cost, بس لو العملية مشيت شوية كده ربنا يكرمنا جميعا إن شاء الله وننزل نسرح في الشارع, أوكي, يبقى أنت كده حضرتك محتاج معاك labor. الراجل اللي هيجي يقف معاك ده هتحاسبه إزاي؟ لازم عشان أنجح في محاسبته مظبوط لازم احاول اشوف راتبه هيتحسب ازاي على كل ساندويتش. يبقى انا كل ما هكتر عدد الساندويتشز اللي انا هبيعها هحتاج ليبر اكتر يقوموا بعمليه البريباريشن وعمليه الديستريبيوشن معايا. يبقى اذا اصبح دلوقتي عندي ليبر كوست انا بحاول اوزعها على كل ساندويتش على كل يونت, وعندي كمان ماتيريال كوست برضو احاول اوزعها دولارز بالنسبه لكل يونت. اتفضلي يا ميرنا انا معك. هاي ميرنا. هاي يا دكتور, يعني سؤال. اتفضلي معك. يعني انا مثلا لو هجيب افتراضا مثلا هشتري بيت. تمام. البيت ده هو الفيكسد كوست مثلا. ان انا هشتري. اوكي. العفش اللي جواه ده الفاريبل كوست. لا. صح؟ فيكسد. لان المثال بتاعك ده المثال ده مش على البيت قوي. ممكن ممكن تحاولي تخليه لو انت بتأسسي كيتشن. تمام. الباتس والكيتشن باي اتسلف والحاجات اللي زي كده كل ده يعتبر بالنسبة لنا فيكسد كوست, لكن التكلفة بتاعت الأكل اللي انت هتطبخيه داخل الباتس دي وداخل الكيتشن دي تصنف انها variable cost. حضرتك فهمتيني؟ الرز والحاجات دي وكده دي تبقى variable cost. لو انت هتعملي عزومه, لو انت بص تبقى واضحه قوي, لو انا بعمل عزومه دلوقتي ناوي اعمل عزومه. طبعا. والعزومه دي على ناس جديده كلها هتيجي تزورك حالا اهو في البيت عندك. حلو. فانت هتيجي تحتاجي ايه؟ فكري كده, اول حاجه هتيجي في دماغك لو انا مكانك, اول حاجه هتيجي في دماغك ايه اللي هيجي في دماغك الاول؟ فين الدايننج وير المناسب اللي انا هتريبريزنت الناس دي فيه؟ يبقى انا هحتاج والله سيرفيس شكله مش عارف ايه, مش عارف ايه, هنزل بسرعه. الحاجات دي فيكسد كوست, سواء جالك 5 سواء جالك 6 سواء جالك 10 15 انت لازم هتشتري, صح كده؟ ده فيكسد. طيب انت ناويه تسيرف ذم ايه؟ لو انت ناويه تسيرف ذم مثلا وليكن جاتو, يبقى اذا لو جالك 5 خلاف ما يجيلك 10 خلاف ما يجي لك 15, لان دي حاجه انت هتشتريها بير بيس, يبقى ده سعر بير بيرسون. كل واحد هتحطي له 1 بيس 2 بيس وات ايفر, يبقى اذا كل واحد فيهم هيكلفك تكلفه خاصه بير بيرسون. هتشتري مثلا بيبسي كانز, هتشتري كذا وات ايفر بقى. يبقى انت كده حولت لايه؟ فاريبل كوست. في عندك فيكسد وفي عندك فاريبل. الفاريبل مرتبط بالعدد, كل ما تزود العدد كل ما الكوستس دي ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. لو حد بيعمل فرح في فيكسد كوست وفي فاريبل كوست. فيكسد كوست الاساسيه الايجار بتاع القاعه, الايجار بتاع القاعه فردا يعني انها قاعه ثابته. يعني لو انت قلت مثلا انا هختار القاعه دي شكلها كويس واختار البند ده يعمل بروجرام بالشكل ده وهيبقى تكلفتهم قد كده فلوس, دي فيكسد كوست ملوش ده انت هتدفعيه ان شاء الله حتى تبقى هو انت ومراتك وبس هتدفعي المبلغ ده. لو بفرض ان الصاله دي بتشيل 100 فرد الى 100 فرد, ما هو الصاله بيبقى مثلا تشيل الى 100 فرد الى 200 فرد. انت دفعت الفلوس. الناس بقى اللي هتدخل دي انت هتعمل لها سيرفنج. لو جه 20 خلاف ما يجي 50 خلاف ما يجي 100 خلاف ما يجي 150. حتى النوادي دلوقتي او غالبيه الصالات على حسب ما اسمع, لسه ما دخلناش في الاكسبيرينس دي ريسنتلي يعني, بس هو على طول بيروح موزع بير بيرسون. يعني بيقول لك والله انت حجز المكان ده هيبقى مثلا سيء يعني هيبقى قد كده فلوس وليكن في حدود 50,000, وكل فرد هتعمل له سيرفنج الدينر. الدينر بير بيرسون عندنا كذا اوبشن,
ممكن يبقى 120 بير بيرسون، ممكن يبقى 170 بير بيرسون، ممكن يبقى 220 بير بيرسون، ممكن يبقى 300 بير بيرسون، ديبند على المنيو اللي انت هتسيرف عليها كل شخص. فهمتيني؟ والمنيو ده اللي هو الفاريبل كوست، اللي هو اللي هو بير بيرسون، مش بير بيرسون، بير يونت. آه. بير فرد. طالما بقى دولار بير يونت يبقى دي اسمها فاريبل كوست. تمام يا دكتور. يبقى اذا اتمنى ان الموضوع يكون واضح قوي. طبعا بالنسبه لي لو انا مصنع الموضوع هيبقى فيري، يعني هيبقى خلاص تمام. لو انت جيت تفتح مصنع، احنا قررنا نفتح مصنع دلوقتي، وليكن مصنع بيعمل اي حاجه واتيفر، هيعمل هاي هيلز، هنفتح مصنع يعمل هاي هيلز. المصنع ده عشان اعمله اول حاجه فيه فيكسد كوست. ايه هي الفيكسد كوست؟ ها فكر كده، تكلفه الارض، تكلفه الانشاءات، صح كده، تكلفه الاوراق اللي انا هحتاجها علشان اخد البيرميشنز ان انا اقوم بالمصنع ده، الماشينري اللي انا هحتاجها انها تبقى موجوده علشان تقطع الجلود مثلا بكذا، عشان المقصات اللي هتستخدم، الجلوينج سيستم اذا كان له سبيشال ماتيريال سبيشال ماشينز او حاجه زي كده. دي اسمها فيكست كوست، انا جبتها وحطيتها على الارض لسه ما انتجتش، اتدفعت. طيب الفاريبل كوست بقى تبدا تشتغل ازاي؟ هو انت هتنتج 200 جزمه ولا 300 سوري يعني 200 ولا 300 ولا 400 ولا 500 ولا 1000 ولا 2000. اول ما تخش في البيسز اللي انت هتنتجها يبقى انت هتحتاج لادر، يبقى انت يبقى اللادر ده كل ما تنتج اكتر كل ما الكميات بتاعته هتزيد اكتر، هتحتاج جلو، يبقى كل الماتيريالز هترتبط بالانتاج، يبقى دي فاريبل كوست. العماله اللي موجوده، لو انا امكانيتي في الاول ان انا اطلع 100 يونتس يبقى انا هحتاج مثلا سي 1 ليبر او 2 ليبر، لكن بقوا 100,000 يونتس لا هحتاج اكرو اب تو 100 ليبر، يبقى الكوستس بتاعتهم هتبقى فاريبل كوست. تمام كده يا شباب؟ اوكي واضح انا قصدي ايه؟ مينا المايك بتاعك شغال، واضح انه في عنده مشكله. سيف الاخبار ايه؟ شباب انتوا متابعيني سامعيني؟ هي ميرنا مطمناني ان الامور تمام يعني. طيب ميرنا اوكي متابعاني كده خلاص؟ اه تمام يا دكتور. طيب خلاص تابعيني بقى باستمرار، لان واضح ان هم ممكن يكون سيف ومينا عندهم مشاكل في المايك او حاجه يعني، الا لو ما كانوش خدعونا وجريوا يعني. فيبقى اذا ده بالنسبه للفاريبل كوست والفيكسد كوست. طبعا لما بجمع الاثنين على بعض بحصل على التوتال كوست، يبقى التكلفه الاجماليه بتاعتي هي الصم بتاع الفاريبل كوست زائد الفيكسد كوست. انا موجود يا دكتور بس مش عايز افتح المايك عشان ما اعملش ايكو عند حضرتك، ما اعملش صوت. طيب بس انت سامعني كويس متابعني؟ كل الامور تمام، فاهم كل كلمه انا قلتها لغايه دلوقتي. ايه الفرق بين الفيكسد كوست، ايه الفرق بين الفاريبل كوست؟ لما بجمعهم على بعض بحصل على التوتال كوست. اللي انا قلته لغايه دلوقتي دي اتس نيجاتيف ماني. طبعا كل الكلام ده موجود عندك في البي دي اف اللي مرفوع عندك على ال ام اس. طيب الجزء الثاني اللي يهمني او الديفينيشن اللي يهمني اهم من الكوستس، الريفينيو الدخل. هو انا بعمل الحرب دي ليه؟ وانا فكرت اعمل الساندويتشز دي ليه؟ عشان اعمل دخل ريفينيو. ايه هو الريفينيو؟ الريفينيو امر سهل قوي، هو انكم ماني، دايركت ماني والانتر يور بوكيت. الماني الفلوس دي او الريفينيو ده هيجي ازاي؟ هيجي عن طريق الوحدات اللي انت هتبيعها. هتبيعها بايه؟ هتبيعها بسعر. يبقى دايما الريفينيو هو حاصل الضرب بتاع عدد الوحدات في سعر الوحده، عدد الوحدات في سعر الوحده. لو انا عندي اكتر من برودكت، اكتر من ساندويتش يعني عشان تو ماتش الاكزامبل اللي انا كنت ضربته، يبقى ده معناه انك هتشوف عدد السندوتشات من النوع الاول في اسعارهم في سعره، يبقى اذا ده اصبح ريفينيو. بلس عدد الوحدات من الساندويتش نمبر 2 في السعر بتاعه، بلس عدد الوحدات من السعر بتاع الساندويتش رقم 3 في السعر بتاعه، يبقى اذا قدرت تطلع الدخل بتاعك. لو انا رجعت يا ميرنا للمثال اللي احنا كنا ضربناه بتاع الساندويتشز ده، وسي انا عندي 2 تايب اوف ساندويتشز، ام جونا دو ات، هعمل واحد جراوند بيف which is really very simple المفروض، وهعمل للناس اللي تشيكن تايب ما بيحبوش البيف هعمل لهم برضو ساندويتش تشيكن، ولكن تشيكن فاهيتا وتفري يعني. يبقى انا عندي ساندويتش بيف وعندي ساندويتش تشيكن اتليست يعني. الساندويتش بتاع البيف انا هبيعه ب 10 جنيه مثلا،
والساندويتش بتاع التشيكن انا هبيعه ب 8 جنيه. لو انا النهارده بعت 10 بيف و10 تشيكن تقدري تحسبي لي الريفينيو؟ اه سهله قوي. هاجي اقول انا بعت 10 بيسز كل بيس ب 10 جنيه يبقى 10 تايمز 10 ب 100 زائد بعت 10 من التشيكن يبقى 10 تايمز 8 لكل ساندويتش يبقى 80. يبقى انا النهارده دخلت انكم 180. فاهمين يا شباب؟ معايا مينا؟ معايا مرنا؟ يبقى ده معنى كلمه ريفينيو. لو انا حبيت ابص على الديفينيشن بتاعها بالظبط, اتس ان انكم ماني ريليتد تو برودكشن ديستريبيوت ميبي برودكشن ميبي ديستريبيوتنج ميبي سيلينج اور تريدنج ا سيرتن برودكت. عندي برودكت محدد انا بقوم بعمليه بيعه. ملخص الكلام, الدخل هو عباره عن عدد الوحدات في الاسعار بتاعتها فقط, ليس اكثر من ذلك. طيب انا فهمت يعني ايه ريفينيو, فهمت يعني ايه كوستس. الاثنين مع بعض الديفرنس ما بينهم اسمه البروفيت. يبقى اذا البروفيت بيساوي الريفينيو ماينس التوتال كوست. الدرس بتاع النهارده تقريبا خلص, يعني المحاضره بتاعت النهارده تقريبا خلصت. لو انت باصص على الكاونت على البيبر كاونت, احنا خدنا 3 صفحات بس, لازال عندي 22 بيجز لازم تو كفر ذم النهارده. يبقى اذا انا دلوقتي عرفت ان البروفيت بيساوي ار اكس ناقص التي سي. الار اختصار كلمه ريفينيو, التي سي اللي هو التوتال كوست. اي حد له اسئله؟ ها مرنا, مينا, مين كمان معانا, سيف, اي حد له اي استفسار؟ اوكي نكمل. لا تمام تمام, كملوا بقى معايا. اول اكزامبل طبعا هنا بيدي لك الستبس, يعني بيقول لك الستبس, يعني مش ستبس قوي يعني حاجه بيولوجيك, يعني ان اي سيناريو انا هاجي فكره المثال هنا ازاي. هحكي لك حكايه, هقول لك ده انا رحت المكان الفلاني وعملت كذا وبعت كذا وجبت كذا وصرفت كذا ومش عارف ايه, كون لي الماثيماتيكال موديل, هات لي الكوست فانكشن, هات لي الريفينيو فانكشن, هات لي البروفيت فانكشن. اول خطوه اعملها في اي مساله من المسائل دي اقرا البروبلم سيناريو مور ذان وانس, لازم تقرا المساله اكتر من مره. ادي ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2, اختار الفاريبلز بتوعك اللي انت البيرسونالايزد فاريبلز اللي انت تشتغل عليها. رقم 3, فورميوليت ذا بروفيت فانكشن, الريفينيو والتوتال كوست وطرحهم من بعض. بعد كده شوف الاذر ريكويرمنتس اللي مطلوبه عندك. يبقى اذا ده الاساس في كل مساله. تعالوا ننزل مع بعض كده ونشوف اول موديل من المودلز دي. الموديل الاولاني اللي انا هتكلم عليه ده, الموديل ده بيتكلم على ايه؟ بيقول انا عندنا مصنع صغير, فبيقول ديل الكترونيك فاكتوري از بروديوسينج وان تايب اوف بروسيسورز. خلي بالك ذا انوال فيكسد كوست فور رانينج ذا فاكتوري از 2 مليون انوالي, ذا ليبر كوست از 10 دولارز بير يونت, the material cost is $17 per unit, the sale prices is $50 per unit. Find رقم واحد the total revenue function for the factory, رقم اتنين انا عايز ال annual total cost function, المفروض دي تلاتة بس ده يعني الرقم غلط, the profit function for this factory, هات ال profit function for this factory. ركز كده تاني, في حد في دماغه حاجة من اللي انا قلته؟ طب نعيده تاني, عشان كده قلت لك read the problem scenario more than once. أول مرة بتاخد الجنرال اتموسفير, تاني مرة بتساعدك إنك أنت تطلع أنت عايز تعمل إيه. Dell Electronic Factory is producing one type of processors, وليكن أنا هسميه X. يبقى إذن عدد الوحدات اللي المصنع ده هينتجها اسمها X اللي هي number of processors. كمل the annual fixed cost for شوف كده بص انا قلت ايه, ده annual fixed cost اهي مذكوره صراحه, الفيكسد كوست بيساوي 2 مليون سنوي. يبقى اركن يا عم, رقم واحد فيكسد كوست بيساوي 2 مليون, دي كلمه مهمه. بيقول ده ليبر كوست, بص كده يا مرنا, از 10 دولارز بير يونت, دي فيكسد ولا فاريبل؟ بص كده كويس, 10 دولارز بير يونت. طالما قلت بير يونت يبقى دي variable cost. طبعا كملي, the material cost is $17 بير يونت, ال 17 دول ايه؟ variable cost. كمل,
the sale price stop. مش انا قلت prices, مش انا جبت sale price, يبقى دخل revenue, يبقى ده دخل revenue. يبقى انا اول ما اقرا المساله من الاول انا فاهم, انا علشان تفورميوليت ريفينيو فانكشن, عشان تو ريبريزنت ا ريفينيو فانكشن لازم يبقى فيه برايسز. انا دلوقتي عرفت البرايس بتاع اليونت الوحيده اللي انا هنتجها في المصنع ده, بيقول ذا سيل برايسز از $50 بير يونت. يبقى اذا ده معناه دي هتخش في ريفينيو. هعيد تاني, فيكسد كوست ب 2 مليون, variable cost labor وماتيريال واحدة بعشرة وواحدة بسبعتاشر. تقريبا انا فرميوليتد المسألة خلاص. تعال ننزل بقى مع بعض كده. انا عايز اوجد التوتال ريفينيو فانكشن. اول خطوة انا قلت ان الفاكتوري دي, او هو قال لي في المسألة ان الفاكتوري ده بينتج one type of processors اختاره. لذلك هتلاقي step number one, let x1 stand for the processors number of units. يبقى عدد الوحدات المنتجة من البروسيسور ده انا اسميه x1. يبقى x1 ده اللي هو ايه؟ قولها كده, عدد الوحدات اللي بتنتج من البرودكت ده. عدد السندوتشات او عدد السندوتشات اللي انتجها من النوع ده. يبقى اذا انا كده جبت الـ number of units. امشي على step number 2. عايز اوجد الـ total revenue function. الامر سهل قوي. هضرب السعر في عدد الوحدات. ما هو عدد الوحدات اللي هو x1. والاسعار هو مديها لي $50 per unit. يبقى البرايسز هتساوي 50 تايمز اكس 1, ده ريفينيو فانكشن. لغايه هنا في استفسار؟ ها ارجوكوا حاولوا تقولوا لي. لغايه هنا واضحه جدا, في اي مشكله مع حد؟ يبقى اذا انا جبت عدد الوحدات اللي هو اكس 1 ضربته في ثمن الوحده الواحده 50. يبقى اذا عرفت الريفينيو بتاعي هيبقى ازاي. كمل, عايز اوجد التوتال كوست. اول عشان اوجد تو فورميوليت ذا كوست فانكشن, اول خطوه هعملها بصوا كده. انا قايل في المساله ان الانيوال فيكسد كوست 2 مليون. بعدين واحنا بنتكلم قلت لك الفاريبل, قلت لك ان الماتيريال كوستس $17 بير يونت. ادي الفاريبل كوست الاولانيه ماتيريال 17, والفاريبل كوست الثانيه بتاعت الليبر 10 اكس 1. يبقى التوتال فاريبل كوست اللي هي الماتيريال والعماله هيساوي 17 بلس 10, يعني بيساوي 27 اكس 1. التوتال كوستس دلوقتي اقدر اطلعها 27 اكس 1 بلس 2 مليون, ادي التوتال كوست. يبقى فاريبل كوست زائد فيكسد كوست دلوقتي انا عرفتها 27 اكس 1 زائد 2 مليون. لغايه ما انا واقف دلوقتي هل في مشكله؟ مينا وسيف الامور تمام؟ متابعيني؟ ها ميرنا تمام؟ اوكي تمام يا دكتور. الخطوه اللي بعديها هبدا اخش على البروفيت فانكشن. انا كده عملت الخطوه الاولانيه وعملت الخطوه الثانيه. اوكي ايوه ايوه مين اتفضل. مينا معاك, انت رفعت ايدك خير. طيب اوكي مش عارف انا ليه حاسس ان انت عندك مشكله في المايك, كلمني على طول. احنا اساسا عددنا ثلاثه يعني قصدي. تمام ماشي يا باشا. يبقى اذا انا جبت التوتال كوست اللي هي الفاريبل زائد الفيكسد. هخش بعد كده على البروفيت فانكشن. البروفيت فانكشن هي عباره عن ايه؟ الديفرنس ما بين الريفينيو والتوتال كوست. الريفينيو بتاعي كان 50 اكس 1, التوتال كوست اللي انا جبتها اللي هي 27 اكس 1 بلس 2 مليون اطرحهم من بعض. يبقى انا عندي الفاريبل كوست ناقص ام سوري الريفينيو ناقص التوتال كوست. يبقى 50 اكس 1 ماينس 27 اكس 1 ماينس 2 مليون. طبعا بطرح الحاجات اللي شبه بعض, يعني بطرح x1 من x1. يبقى اذا 50x1 minus 27x1 الريزلت هتبقى 23x1 minus 2 مليون. يبقى انا كده جبت البروفيت فانكشن بتاعتي. خلاص المساله خلصت. يبقى انا هنا شفت ازاي بجيب فيكسد كوست, ازاي بقدر اطلع الفاريبل كوستس بتاعتي, ازاي اجمعهم مع بعض اطلع توتال كوست. في الاول خالص ازاي جبت الريفينيو
جبت البرايسز ضربتها في النمبر اوف يونتس، عرفت ازاي بقدر اجيب البروفيت فانكشن، هي عباره عن الريفينيو ماينس التوتال كوست الديفرنس اللي ما بينهم، يبقى انا جبت البروفيت فانكشن. على فكره يا شباب، لو انا قلت لك زودت مطلوب في المساله دي، ولو قلت لك واحنا واقفين تحت اهو عند البروفيت فانكشن، لو قلت لك what is the annual profit for this factory if it succeeded in producing 100,000 units of processors، حد يقدر يقول لي اعمل ايه؟ طيب انا عايز اعرف البروفيت بكام لو المصنع ده استطاع انه ينتج 100,000 وحدة من البروسيسورز دي. ها، الامر سهل قوي. انا كل اللي انا هعمله هخش على البروفيت فانكشن، هروح اشيل X1 ده اهو، هروح اشيل X1 واحط مكانها ال 100,000. يبقى اذا 23 times 100,000 minus 2 million يقول لي بقى لو الفاليو دي طلعت نيجاتيف ده معناه ان احنا بنخسر، لو الفاليو دي طلعت بوزيتيف يبقى ده معناه ان احنا بنكسب. الامر سهل جدا جدا يعني. تمام يا شباب، اي حد له استفسار؟ تمام، روعه. هاخد ان السكوت علامه الرضا. يبقى اذا ده معناه ان احنا نقدر نكمل المثال اللي بعديه. المثال اللي بعديه exactly the same ولكنه اكبر شويه ومهم جدا. بيقول ايه؟ another factory، بيقول an electronic factory is producing three types of processors A B and C. بيقول the annual fixed cost for running the factory is 25 million. يبقى اذا ال annual fixed cost بيساوي 25 مليون، دي fixed cost عشان يقدر يشغل المصنع بتاعه. كمل بقى. the labor cost is $100 per unit for product A, $150 per unit B, $225 per unit C. كمل. ده الليبر. The material costs are for the first product $175, for the second is $400 per unit, and for the third one is $750 per unit. كمل. The wholesale prices for A, B, and C are 500, 1,000, 1,500 unit respectively. Fine. رقم واحد، هات لي total revenue function. رقم اثنين، the annual total cost of the factory. رقم ثلاثة، the profit function of this factory. رقم أربعة، calculate the annual profit if the company is going to sell 20,000 from product A, 40,000 units from B, and 10,000 units from C. يبقى أول مرة أنا قريت المسألة. طبعا هي نفس الاستراكشر بتاع المسألة اللي فاتت ولكنه أكبر شوية. أكبر شوية ليه؟ لأن المسألة اللي فاتت كان فيها product واحد، لكن المسألة أو البروبلم اللي احنا فيها دلوقتي فيها 3 products. يبقى أول step هعملها هروح أحط الأسامشن بتاع البروسيسورز نمبر اوف يونتس. يبقى إذا هروح داخل أهو بالراحة، أنا هفرضهم X1 و X2 و X3، يبقى الـ 3 products اللي بينتجهم الفاكتوري ده أنا هسميهم X1 و X2 و X3. X1 the production number of units from product A. X2 the production number of units from product B. X3 is the production number of units from the third product. يبقى دي step number one. هروح اهو اكون revenue function. اسهل شيء. هو فين البرايسز؟ بيقول the wholesale prices for A, B, and C are $500 per unit, $1,000 per unit, $1,500 per unit. يبقى 500,000, 1,500. طبعا هروح قايل 500 times X1 plus 1000 times x2 plus 1500 times x3. يبقى انا formulated revenue function اهو. ده المكسب بتاعي. لا مش المكسب، ام سوري، ده الدخل بتاعي، لان في فرق بين الدخل وبين المكسب. الدخل هو اللي انت بتبيعه، المكسب هو الفرق اللي هو البروفيت، الفرق ما بين الدخل وما بين المصروف. يبقى انت لو واخدين بالكوا كويس قوي،
دلوقتي الريفينيو 500 في عدد الوحدات من المنتج الأول، 1000 في عدد الوحدات من المنتج الثاني، 1500 في عدد الوحدات من المنتج الثالث. طيب عايز اكون التوتال كوست فانكشن، هروح اوجد الفيكسد كوست. الفيكسد كوست في السنه 25 مليون. طيب بالنسبه للفاريبل كوستس اكس 1 واكس 2 اكس 3، الماتيريال 175 تايمز كل يونت من اكس 1 بلس 400 تايمز اكس 2 بلس 750 بلس اكس تايمز اكس 3. دي الماتيريال. الليبر الاولانيه بيتكلف 100 عماله، الثاني بيتكلف 150 عماله، الثالثه بتتكلف 225 عماله. ده معناه ان التوتال فاريبل كوست، ارجوكوا ركزوا معايا، خليكي معايا مرنا كويس قوي في الحته دي. هبدا اجمع ازاي الفاريبل كوستس؟ بجمع الليبر والماتيريال مع بعض، فبجمع الارقام من نفس الوحدات مع بعض، فاقول 175 اكس 1 بلس 100 x1 يبدا يديني 275. Once more 400 plus 150 يمديني 550 units. بير x2 exactly the same 750 plus 225 يمديني 975 from the third product. يبقى انا جبت البرودكتس بتوعي x1 و x2 و x3، كونت الفاريبل كوست. طب ازاي هوجد التوتال كوست؟ الامر سهل قوي، هروح جامع الفاريبل كوستس دي زائد الفيكسد كوست الاولانيه. يبقى هروح قايل 275 اكس 1 550 اكس 2 975 اكس 3 بلس 25 مليون، جبت التوتال كوست. تاني يا شباب كمان مره، انا على طول قدرت اوجد الريفينيو فانكشن اللي هي 500 اكس 1 1000 اكس 2 1500 اكس 3. الستيب اللي بعديه على طول رحت جايب التوتال كوستس بتاعتي اللي هي variable plus fixed. الستيب نمبر 3 عايز اجيب البروفيت فانكشن، او الريكويرمنت نمبر 3 عايز اجيب البروفيت فانكشن. هجيب البروفيت فانكشن ازاي؟ هوجد الديفرنس ما بين الريفينيو والتوتال كوست. طيب هلعبها ازاي دي او هعملها ازاي؟ الامر سهل قوي، هروح قايل اهو بصوا يا شباب 500 اكس 1 minus 275 of اكس 1 1000 of اكس 2 minus 50 550 from x2 1500 from x3 minus 975 from x3 minus 25 million اهو. يبقى انا قلت الريفينيو هشيل منه التوتال كوستس. طبعا لاحظوا ان الاكس1 بينجمع او ينطرح من x1، الاكس2 it will be added or subtracted just only from the same type from the same number of units. The 1500 it will be only subtracted or added to the 975 of x3. يبقى إذن جبت هنا الـ profit function بتاعتي. مطرح ما أنا واقف كده في أي مشكلة مع حد؟ أوكي يا ميرنا ما تزعليش مني، كنا أنا قاعد إيه مصطادق النهاردة، بس هو علشان أحس إن في حد معايا. لا لا تمام يا دكتور. تمام، يبقى اذا انا عرفت يعني ايه البروفيت، عرفت يعني ايه التوتال كوست، ازاي عرفت اطلع البروفيت فانكشن. طيب الستيب اللي بعديها، الستيب اللي بعديها انا عايز اعرف انا هكسب كام. انا لغايه دلوقتي ما حسبتش مكاسب، هكسب كام لو انا من اكس 1، لو انا من اكس 1 قدرت ابيع 20000 ومن اكس 2 قدرت ابيع 40000 ومن اكس 3 قدرت ابيع 10000، ايه اللي انا هعمله؟ هرجع على البروفيت فانكشن، هشيل x1 واحط 10000، اشيل x2 واحط النمبر بتاعها، اشيل x3 واحط النمبر بتاعها. اهو يبقى 225 تايمز 20000، 450 تايم ال 40000، 525 تايمز ال 10000، بعدين اشيل 25. كده ده معناه ان انا كسبت 2 مليون و75 2,750,000 يو اس دولارز، قدرت احقق المكسب بتاعي ده. طبعا لو كان النمبر ده طلع نيجاتيف معناه ان انا خسران، خسران بالقيمه اللي هي طلعت عندي، لكن طالما طلع بوزيتيف ده معناه ان انا كسبان. اي مشكله مع اي حد؟ طيب هو ده في الامتحان هيجي لك ازاي؟ فكر كده. في الامتحان انا هدي لك السؤال اللي فوق ده، شايفه؟ شايف دي؟ وهطلب منك واحد من الاربع مطالب دول واقول لك اختار الكوريكت انسر. تالي واضحه؟
يعني ادي لك السيناريو اللي فوق الظريف اللطيف اللي انت شايفه ده واقول لك ايه the total cost function will be. انت بقى عيش مع نفسك, طلع لي الارقام اللي من هنا تformulate the total cost function واختار اني واحدة صح. ممكن اقول لك اروح جاي اروح مدي لك السيناريو اللي فوق واروح اقول لك if the factory succeeded in distributing 20,000 units from A, 40,000 units from B, 10,000 units from C, what is the expected profit. حركة تروح تهب المسألة كلها لوحدك بره كده, وبعدين او ورا في الـ في الـ في الورق الزيادة اللي بيبقى موجود معاك في النوت بوك بتاعت الفاينل اكزام, وبعدين تختار الكوريكت انسر A, B, C or D. اتمنى ان يكون الامر واضح يعني. طيب تعال بص على المثال التاني. المثال التاني قريب جدا من المثال ده بس محطوط على حاجة بطعم تاني, على قصة تانية, بس هو نفس الفكرة برضو. كل اللي بيخرف السيناريو. لاحظوا, اتمنى انك تكون واخد بالك ان العملية هي ريبيتيشن. انا بكرر نفسي, انا كل مسألة الفيكسد كوست والفاريابل كوست دول بيجيبوا توتال كوست, البرايسز بتجيب ريفينيو. بعد ما عملت فورميوليشن للاتنين دول بطرحهم من بعض يبقى انا جبت على طول البروفيت فانكشن. خلاص تعال كمل معايا كده. هنا المثال اللي انا هتكلم عليه دلوقتي, المثال ده بيتكلم على the green line agriculture company. بيقول the green line agriculture يعني المثال بيتكلم على مزارع. بص كده بيقول ايه, بيقول the green line agriculture company is one of the national companies in Saudi Arabia that are interested in establishing, running and administrating farms. In the time being, the company is running three farms. The annual fixed cost for running the farms, including overhead cost, is 525,000 Saudi riyal. The table below summarizes the variable and revenue expected for each acre in Saudi riyals. ايه اللي المسألة دي بتقوله؟ المسألة دي بتقول ان انا عندي شركة لاستصلاح الاراضي, شركة لمراعاة الاراضي. بيعمل ايه؟ بياخد بيشوف حتة الارض اللي هو هياخدها او هيبدأ يستصلحها او هيزرعها, بيادمنستريت الفارم دي, بيعمل لها رانينج كوست, بيشوف ايه الحاجات الاساسية اللي هيحتاجها علشان تو استابلش الفارم دي. دي الشركة دي بتعمل كده. الرانينج كوست او الفيكسد كوست فور رانينج او فور اوبننج ذيس بروجكت, الفيكسد كوست دي بتساوي 525,000 سعودي ريال. يبقى اذا ده فيكسد, انا قايله لك واضح اصلا اساسا قايله لو انت خدت بالك. ده انوال فيكسد كوست, يعني الاف سي بيساوي 525. هنا الوحده بتاعتي ما هياش برودكشن يونتس, الوحدات البرودكشن او اليونتس اللي انا بنتجها هنا هي ايسر, هي فدادين. فلذلك هتلاقيه بيقول ايه, the cost per acre 900 سعودي ريالز for first farm, لكل acre. بالنسبة للسكند فارم كل واحدة 1100, للثيرد فارم كل واحدة بتتكلف 750. الكروبس اللي بتخرج من الفيرست فارم هيبيعها ب 1300, او ريفينيو بير ايسر, يعني ده البرايس بير ايسر 1300. السكند فارم 1650, الثيرد فارم 1200 سعودي ريالز. طيب هو الراجل عايز ايه؟ نفس المطالب اللي فاتت, اعمل ريفينيو فانكشن, ذا انوال توتال كوست فانكشن, ذا بروفيت فانكشن فورميوليت. بعدين بيقول اف ذا كمباني از بلانينج تو رن 1000 ايسرز فروم فيرست فارم, 1600 ايسر فروم ذا سكند وان, 1550 ايسر فروم ذا ثيرد فارم, وات ذا اكسبكتد توتال profit function for this year. هيكسبوا كام؟ رقم خمسة ده مطلوب تاني, بيقول انه حصل change في الموديل, يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده. فبيقول لك due to sudden drought the prices of selling the crops is decreased by 20%, 30%, 10% for the third farm, evaluate the updated profit function. خلينا الاول نمشي في الثلاثة اللي موجودين الاول. اول حاجة, اول خطوه لازم اعملها لازم اختار الفاريابلز بتوعي. فانا هختار الفاريابلز ازاي؟ هسميهم x و y و z. x the number of acres from first farm, y
is the number of acers from the second four. Z is the number of acers from the third four. يبقى أنا حطيت X و Y و Z stand for the number of acers اللي هم البرودكشن number of units بتوعي يعني. بعدين إزاي أقدر أجيب الريفينيو؟ ريفينيو سهل قوي. هيبقى 1300 times X plus 1650 times Y plus 1200 times Z. أهو. يبقى إذن بسهولة قوي أنا قدرت أوجد الريفينيو function بتاعتي. 1300 times X, 1650 times Y, 1200 times Z. كده جبت الريفينيو function بتاعتي. طيب عايز أبدأ أتكلم في costs. أول حاجة الفيكسد كوست بيكلفني 525 هو أيه هو 525 ده الأنيوال فيكسد كوست يبقى دي الإف سي. طب الفاريبل كوستس حد يقدر يكونهم؟ تقدر يا مرنا تكونيهم معايا؟ تقدر تديني الفاريبل كوست ممكن يبقى إزاي؟ تمام يا دكتور قولي. ثانية واحدة 900 تايمز إكس 900 تايمز إكس بلس 1100 times y plus 750 times z. دول اللي انا كنت بعملهم من شوية اجيب الليبر والماتيريال واجمعهم على بعض. انا مديهم لك على بعض. يبقى اذا انا لو نزلت دلوقتي علشان ابص على الريفينيو على الفاريبل كوستس هلاقيهم 900x 1100y 750z. طيب ازاي هجيب التوتال كوست؟ اروح جامع الاثنين على بعض. يبقى 900x 1100y 750z plus 525,000. يبقى انا جبت التوتال كوست. طب ازاي اوجد البروفيت؟ ها هطرح التوتال هطرح الريفينيو ماينس التوتال كوست. هجيب الديفرنس ما بين الريفينيو فانكشن والتوتال كوست فانكشن. طيب هلعبها ازاي؟ اهي بصي الريفينيو 1300x 1650y 1200z minus التوتال كوست بتوعي اللي هما 900 وال 1100 750 اللي احنا لسه جايبينه دلوقتي. طيب دي بعملها ازاي؟ الاكسات بس بتنطرح من بعض، الوايات بعض بس هما اللي بينطرحوا مع بعض، والزي سيم وي لايك. فلما اجي اعمل كده هيبقى 1300x minus 900x يمديني 400 1650y minus 1100 يمديني 550y 1200 minus 750 from z يمديني 450z طبعا minus 525. على فكرة مرنا انت عارفة الربعمية دول اسمهم ايه؟ الربعمية دول اسمهم المارجنال بروفيت اللي هم اسمهم هامش الربح. طيب برضو نفسه بالزبط. يعني ايه 550؟ دي المارجنال بروفيت. يعني ايه المارجنال بروفيت؟ هامش الربح. يعني ايه كلمه هامش الربح؟ يعني ايه كلمه مارجنال بروفيت؟ is the difference between the revenue and the variable cost. ده معنى كلمه المارجنال بروفيت. ارجو انها تكون واضحه ليكي. تمام. يعني هي المارجنال كوست ايكوال بروفيت سوري ايكوال ريفينيو ماينس البروفيت صح كده؟ ريفينيو ماينس الكوست. سوري الكوست انا اسف. بالظبط زي ما احنا اللي بعدين احنا الاثنين كده. افتكري دايما هرجع لمثال الساندوتش اللي انا كنت حكيت لك عليه. لو انا وانت قاعدين بنفكر كده في موضوع الساندوتشات دي ببساطه خالص اقول لك والله احنا عايزين نعمل ساندوتش الجراوند بيف. هتقولي والله ده هو البريد هيكلفني جنيه وهحط مثلا مايونيز ومش عارف ايه قول باتنين جنيه كمان يبقى كده انا اتكلف 3 جنيه. جراوند بيف هفرده في الساندويتش ده هيكلفني بعد ما اطبخه مش عارف ايه هيكلفني 5 جنيه. يبقى الساندويتش دلوقتي وقف عليا بكام؟ 8 جنيه. شوفي بص وقف عليا ب 8 جنيه هبيعه بكام؟ ها؟ لو هبيعه ب 15 مثلا ايوه هتبقى 15 ماينس 8 ايوه هيبقى المارجنال بروفيت او هامش الربح. بيرفكت روعه. بس خلاص هو ده اللي انا عملته لغايه دلوقتي. طيب كمل بقى بيقول the new year plan is 1000 from x 1600 from y z 1550. كل اللي انا هعمله هريبليس x و y و z بالنمبرز دي. فعلا انا لو عايز اطلع بقى الريفينيو ام سوري البروفيت اللي هيعود عليا لو الشركه من الفارم نمبر 1 عملت 1000 ايسرز فروم فارم نمبر 2
already they succeeded in doing 1600 Acers from Z 1550 Acers. يبقى ده معناه ان الشركة دي هتربح او هتكسب مليون 1,452,500 سعودي ريالز او دولارز او اي جي بي whatever يعني. يبقى اذا ده المكسب بتاعي لغاية 4 ده اللي انا متعود عليه. السؤال رقم 5 ده مهم قوي لان السؤال رقم 5 برغم ان هو ماثيماتيكلي انا مش بعمل حاجات كتير لكن بالنسبة للسؤال الخامس ده اهميته بالنسبة لي انه بيوضح ازاي اقدر اعدل في الموديل بعد ما عملته. ازاي اقدر اعدل الموديل بعد ما عملته. بيقول due to sudden drought the prices of selling the crops is decreased. حصل جفاف السنة دي هو ده اللي كان expected انه يعمل كده لكن حصل جفاف. فالنتيجة ايه اللي حصلت؟ ان الاسعار انخفضت. فسعر الكروبس من الفارم نمبر 1 انخفض بمقدار 20%. From the second farm انخفض 30%. From the third farm انخفض 10%. يا ترى ال 20 وال 30 وال 10 هيأثروا على مين؟ هيأثروا على البرايسز ولا على الكوستس ولا على البروفيت؟ رأيك ايه؟ سيف ما سمعتش صوته خالص فبيتهيألي ان انت عندك اكيد مشكلة في المايك. طبعا يا ميرنا ال 20% وال 30% وال 10% هيأثروا في الريفينيو فانكشن في دالة الدخل. ليه؟ لانهم هيأثروا على الاسعار بتاعة المنتجات اللي موجودة عندي. طب هيأثروا ازاي على اسعار المنتجات بتاعتي؟ لما اقول ان انا بخفض السعر ب 20% يعني اكشوال السعر هيبقى 80% من القيمة اللي موجودة. تاني لما اقول انا عملت تخفيض 20% يبقى انا هدفع 80%. معايا؟ واضحة الفكرة بتاعي. يبقى اذا انا كل اللي انا هعمله انا هاجي على السعر بتاع الفارم الاولانية اللي هو كان 1300 هخفضه بمقدار 20%. يبقى اكشوال هبيع ب 80% منه. يبقى لذلك هتلاقي 1300 مضروبة في 1 minus 0.2 لان انا خفضت 20% اللي هي 0.2. البرايس بتاع الفارم نمبر 2 اتخفض بنسبة 30% فيبقى 1 minus 30% يعني اكشوال انا هبيع ب 70% من السعر القديم. لما اقول الفارم نمبر 3 انا هخفضها ب 10% يعني ده معناه ان انا هبيع ب 90% من السعر اللي انا كنت بشتغل عليه. لذلك هتلاقي بالنسبه للريفينيو اصبح 0.8 تايمز 1300 0.7 تايمز 1650 0.9 تايمز 1200. يبقى اذا ده الريفينيو فانكشن الجديده بتاعتي اللي هي 1040x 1155y 1080 from Z. يا ترى النقطة دي واضحة؟ لغاية هنا واضح؟ مرنا الحركة دي واضحة؟ تمام يا دكتور. تمام عرفت يعني ايه التخفيض وازاي بعمله الحركة. اوكي اكمل؟ يا دكتور تمام. تمام روعة. الحركة اللي بعديها هعمل profit function بقى من اول وجديد. بالنسبة للفاريبل كوستس والتوتال كوستس ما تغيرتش، توتال كوست زي ما هي. يبقى هطرح الريفينيو فانكشن الجديدة من التوتال كوست الجديد من التوتال كوست بتاعي. طبعا ده معناه ان المارجنال بروفيت ايه اللي هيحصل له؟ هينخفض. بدل ما دي كنت بكسب 440 هكسب 140 بس. بدل ما الايسر من الفارم نمبر 2 كنت بكسب مبلغ كبير هينخفض، وكذلك بالنسبة للفارم نمبر 3. يبقى اذا الخطوه اللي بعديها لو انا كنت ماشي على نفس البلان بتاعتنا اللي هي 1000 ايسر فروم ذا فيرست فارم و1600 ايسرز فروم سكند فارم و1550 فروم ثيرد فارم، كل اللي هيحصل ان احنا وي ريبليس الاكس والواي والزي بالنمبرز بتوعي. بدل ما كنت بحقق مليون ومش عارف 452 او مليون و400 الف تقريبا هكسب بس 214 الف بعد العمليه بتاعه التخفيض. يبقى اذا الهدف من الـ من 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 السؤال رقم 5 ازاي بعدل في الموديل، ازاي بقدر اعدل في الموديل بتاعي بعد ما عملته وشغلته. ده الفكره بتاعت دي الفكره بتاعت عمليه التخفيض بتاعتي. كملي معايا كده.
انا هبدا اتكلم على الموديل اللي بعد كده، والموديل اللي بعد كده نفس القصه بالظبط ولكنه على مساله تانية. المساله بتاعتي دلوقتي بتكلم فيها على شركه ايجار للسيارات. تعال نبص في المثال ده كده، نفس اللي فات بالظبط، برضو فيها حته صغيره زياده فقط، ليس اكثر ولا اقل من اللي احنا قلناه من شويه. بيقول دكتور اتفضل يا فندم. السؤال السالفج فاليو دي تعتبر تبع الفيكسد كوست ولا الفاريبل كوست؟ تعتبر فيكسد كوست. اوكي بص بالنسبه للمساله دي تعتبر ايه فيكسد كوست. بص بيقول ايه، بيقول بادجت رينتال كومبانيز كونسيدرينج ذا بيرشيز اوف ا نيو فورد فوكس كارز ذا برايس اوف ذا كار از 15000 يو اس دولارز اند اتس سالفج فاليو از $4,500. يعني هو هيشتري العربية جديدة ب 15,000، هتقعد معاه شوية بعدين يبيعها. ما هو أي شركة تجار سيارات بتبقى كده، هو ما يقدرش يدن يستهلك العربية لغاية لما تموت منه، هو بياخدها جديدة، ما حدش هيأجرها أصلا لو قدمت، فيبقى هو بيشتريها جديدة هيقعد يشغلها شوية وبعدين يبيعها يتخلص منها. فالشركة دي هتشتري ب 15,000، المفترض إنها تبيع ب 4,500. طبعا ال 15000 ل 4500 دول يبقوا فيكست كوست كمان شويه. بيقول ذا رانينج كوست بير مايل هو نجح انه يترجم، وطبعا اي شركه ايجار سيارات لازم تعمل كده، نجح انه يترجم مصاريف الاهلاك بتاعه العربيه اللي هيأجرها لكل كيلو، هتتكلف قد ايه لكل كيلو. طبعا دي حركه سهله على فكره، يعني مثلا هي ايه الكوستس اللي هو بيحتاج ان هو يسيلها على المايلز او على المايلج، ايه هي الرننج كوست بتاعته، تكلفه الزيوت مثلا، تكلفه الشحوم اللي هيستخدمها، تكلفه سبير بارتس. فهو عمل ايه، لان العربيه دي مثلا غيار الزيت بتاعها وليكن بفرض وعلى مصري مثلا ال1000 كيلو بيغيرها، ال10000 كيلو بيكلفوه مثلا 1000 جنيه، يبقى هيروح قسم 1000 على 10000، يعني ده معناه ان كل كيلو بيتكلف 10 قروش بالنسبه له، 10 بيسترز، يعني 0.1 دي فاريبل كوست. بقت دلوقتي بير ايه، بير مايل. يبقى اذا اليونت بتاعته هي المايل، يبقى اذا انا دلوقتي طلعت فاريبل كوست اللي هي 18 سنت. كمل بيقول and the renting price of the car is 33 cents per mile. يبقى هو هيأجر او هيبيع العربيه في المايل ب 33 سنت، هيأجر يبقى ريفينيو. خلاص كده احنا بنقرا نفس اللغه بالظبط. بيقول ايفالويت ذا توتال كوست اوف ذا كار، تقدري تقولي لي التوتال كوست بتاعت الكار دلوقتي، اعملي فورميوليشن للريفينيو، ايه هي الاكسبكتد بروفيت فانكشن. طب لو العربيه اتأجرت 60,000 مايل يكسب كام، يا ترى يكون كسبان اصلا؟ طيب تقدري تقولي لي ايه هو ده مش مطلوب في المساله دي بس انا هحله، تقدري تقولي لي ايه هو عدد المايلج اللي لازم ياجر العربيه فيه عشان تبقى لم فلوسه، يعني له كسبان ولا خسران. تعالي نمشي مطلوب مطلوب. اول حاجه عايز اجيب الفيكسد كوست على طول. الفيكسد كوست هو هيدفع 15,000 ثمن العربيه، هيترد له 4500، يبقى هو تحمل كام الفيكسد كوست بتاعته، كام 10,500 بالظبط، ما هو 15,000 وهيرجع له 4,500، يبقى كأنه شايل فيكسد 10,500. ال 10,500 دول بالنسبه للعربيه اللي هي البروجكت بتاعي هيدفعوا سواء اتأجرت ما اتأجرتش، هو دفع 10,500 فده فيكسد. انزلي بقى بالنسبه للفاريبل كوستس، طبعا اليونت بتاعتي هي الاكس. طب تقدري تقولي لي الاكسات هنا هي عباره عن ايه يا مرنا؟ الاكس اللي هي بير مايل، نمبر اوف مايلز، اللي هي النمبر اوف مايلز ذات ذا كار ويل بي، يعني اللي هينجح في انه يعمل لها ريندنج، يبقى هو النمبر اوف مايلز ذات ويل بي رينتد. ده معنى كلمه الاكس، ده البرودكشن نمبر اوف يونتس. طيب يبقى الفاريبل كوست هتساوي ايه، هتساوي 0.18 تايمز اكس، يبقى التوتال كوستس بتاعته هتساوي ايه، 0.18 اكس بلس 10,500. طيب يا ترى ريفينيو فانكشن هتبقى ازاي؟ هتبقى 0.33 تايمز اكس. طيب ازاي اقدر اجيب البروفيت، هطرحهم من بعض، يبقى 0.33 اكس ماينس 0.18 بلس 10,500.
يبقى اصبح دي البروفيت فانكشن بتاعته. طيب لو هو اجر العربيه دي لمده ل 60,000 مايلز ولا اي حاجه، هروح اشيل الاكس واحط 60,000. لما عملت كده وطبقت طلع لي البروفيت ماينس $1,500. ده معناه ايه؟ ده معناه خساره، خسر $1,500. فكر كده كويس، هتلاقي معنى الكلام ان العربيه دي اتاجرت بما قيمته $9,000 في حين ان هو دفع $10,500، يعتبر خسران كام؟ $1,500. طب عشان يكسب، عشان يبدا يكسب او عشان يلم فلوسه، معنى كلمه يلم فلوسه دي اسمها بريك ايفن اناليسز. معنى كلمه بريك ايفن، في مصطلح اسمه بريك ايفن. يعني ايه بريك ايفن يا ميرنا؟ بريك ايفن ده معناه ان التوتال، ان البروفيت فانكشن ايكوال زيرو، معناه ان الريفينيو بيساوي ان الريفينيو بيساوي التوتال كوستس. ده معنى كلمه بريك ايفن. طبعا البريك ايفن اناليسز انا هتكلم عليه من شويه، حاجه من اهم ما يمكن ان انا بعرفها لاي بروجكت انا هقوم بيه او اي حاجه هعملها، لازم اعرف البريك ايفن بتاعها امتى. امتى انا هلم فلوسي، الفلوس اللي انا دفعتها ال 10,500 امتى المهم؟ طبعا العمليه سهله قوي، هروح على البروفيت فانكشن احطها بتساوي زيرو، فلذلك رحت داخل اهو بروفيت فانكشن حطيتها بزيرو، ده بريك ايفن، ان انا احط البروفيت بيساوي زيرو واعرف عدد الوحدات اللي تعمل كده. طبعا لو انت واخده بالك كويس قوي هتلاحظي ان الايكويشن دي اتس ا فيرست ديجري ايكويشن، يبقى انا هاخد ال 0.15x minus 10,500 equal to 0، يعني دي معناها 0.15x equal 10,500، يعني معناها ان الاكس بتساوي 10,500 divided by 0.15 by 0.15، يعني معناه ان انا لابد او الشركة دي لابد انها تأجر العربية 70,000 ميل. ليه لابد 70,000 ميل؟ عند ال 70,000 ميل له كسبان ولا خسران. ال 70,000 ميل هيساوم ال 10,500 دولار اللي هو دفعهم. طب لو اجرها اكتر من ال 70,000 ميل يبقى هيكسب، لو اجرها اقل من ال 70,000 ميلز هيخسر. معايا كده يا ميرنا؟ اوكي يا شباب، تمام معاك يا دكتور، خلاص واضحة؟ تمام. هي البريك ايفن اصلا خدناه في الانتربرنورشيب. طيب كويس قوي، يعني اذا انت عارف ان البريك ايفن ده معناه ان البروفيت ايكوال تو زيرو، ان معناه ان التوتال كوستس لابد انها تساوي الريفينيو. طبعا هنا بالنسبه لنا البريك ايفن اناليسيس ده الباراجراف ده موجود فيه ليه احنا بندرس بريك ايفن اناليسيس؟ لانه اتس ا بلاننج استراتيجي، مفيش اي بروجكت اتس وان اوف ذا ديسيجن تولز بالنسبه لاي اونر. لازم اي واحد انت بتعرض عليه مشروع لازم في الاول تقول له الفلوس اللي انت هتدفعها هتترد خلال فتره زمنيه قد كده، او هتترد بعد ما بيع كذا، او بعد عدد وحدات كذا. يبقى هو شايف النقطه اللي هتبدا فيها المكاسب بتاعته ترجع. هو دفع 10,500، امتى بقى يعتبر له مكاسب؟ بعد ما يخلص او بعد ما يعمل 70,000 ميل يكون مأجر. طبعا هنا بيطلب الستبس اوف سوليوشن بسرعه، لازم احدد توتال كوست، اجيب ريفينيو فانكشن، حاجه من اتنين، يا اما اقول البروفيت بيساوي زيرو، يا اما اخلي الار اكس بيساوي التوتال كوست على طول واقدر اشتغل. في هنا اكتر من مثال على كده، هقول واحد وهسيب التاني عشان يعني برضو ما تمليش قوي مع من الشغل بتاعنا، وعشان برضو سيف اللي هو حاضر معانا بقلبه ومينا هرب يبقى برضو الامور واضحه بالنسبه له. بيقول an enterprising college student has decided to purchase a local car wash business. The purchase cost is $150,000. Car washes will be priced at 5.5 per car, and the variable cost including soap, water, labor, etc. is expected to equal 1.5 per car. How many cars must be washed in order to recover the 1500 and 1000 اللي هم البرشيز برايس بتاع العربيه؟ العمليه ببساطه خالص، الراجل ده ممكن يشتري مكنه تغسل، تقوم بغسيل العربيات، المكنه بتاعت غسيل العربيات دي بتكلفه $150,000،
العربيه هتتكلم هيقدر يخسر العربيه ب 5 دولار ونص عشان يبقى حاجه فيري كومبيتيتيف. العربيه بتقف عليه ب 1.5 دولار. طيب يا ترى يخسر كام عربيه علشان يلم فلوسه؟ ده البريك ايفن. يبقى اذا اول خطوه هطلع ريفينيو فانكشن. ريفينيو فانكشن بطلعها ازاي؟ سهله قوي، هضرب 5.5 تايمز اكس، يبقى 5.5 تايمز اكس. لاحظوا ان الاكس هنا هو النمبر اوف كارز ذات ويل بي واشد. طيب الفيكس الفاريبل كوست والتوتال كوست والفيكسد كوست بتاعتي ازاي؟ الفيكسد كوست 150000 البيرشيز برايس. طيب الفاريبل كوست 1.5 بير كار، يبقى 1.5 دولارز بير ايتش كار. طب التوتال كوست هتبقى ازاي؟ 1.5 اكس بلس ال 150000، يبقى انا جبت التوتال كوست. هخش بقى اوجد البروفيت فانكشن. ازاي هقدر اجيب البروفيت فانكشن؟ هقول الريفينيو ناقص التوتال كوست، يبقى 5.5 اكس ماينس 1.5 اكس بلس ال 150000 اللي احنا دفعناهم. يبقى اذا ده معناه ان البروفيت فانكشن اصبح 4 اكس ماينس 150000 دولار. لما اخد الايكويشن دي واساويها بزيرو عشان اعمل بريك ايفن بتاعي، يبقى دي معناها ان الاكس بيساوي 150000 ديفايدد باي 4، يعني لازم يبقى 37500 كارز those should be washed in order to break even, in order to recover the 100,000 and the 150,000 grant اللي موجودين اللي الراجل قام بدفعهم في البداية. معايا مرنا؟ معك. اوكي تمام تمام روعة. انزلي معايا كده، عندي مثال تاني ده بتاع بابليشر، نفس المثال السابق بالظبط، كل الزيادة فيه. بصي قاري كده السطر ده، بيقول the contribution of revenue and the fixed cost in the profit function is 6.25. ده قصدي المارجنال كوست، I'm sorry المارجنال بروفيت، يعني ده الفرق ما بين الفاريبل كوست والبرايسز، يعني ده الكونتريبيوشن في البروفيت فانكشن. لذلك سهل قوي ان انا اكونها، هضرب 6.25 اكس ماينس 250000، فبالتالي زي اللي فات بالظبط احط البروفيت بيساوي زيرو ويطلع عندي 40000 بوكس. دول الكتب اللي انا المفترض ان هو يعملها علشان يبقى عمل بريك ايفن بتاعه. معايا مرنا؟ فالمثال ده زي بالظبط اللي فات، عدي عليه يعني. طيب اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ده موضوع غايه في الاهميه وجديد بالنسبه لنا بالنسبه للليكشر بتاعتنا. مطرح ما انا واقف، انا قدامي بالظبط ربع ساعه او يمكن اقل كمان، بس لغايه ما انا واقف هل في اي استفسار تحب تستفسري عنه او سيف يحب يستفسر عنه؟ لا لا تمام يا دكتور، كله تمام ماشي الحال. اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ازاي اقدر اكون الديبريشيشن موديل او الفاليو فيرسز التايم اوف يوز فور اني ثينج المفترض. طبعا الحاله دي حاله ايديال قوي اللي احنا هندرسها، ان مفيش اي تاثيرات تانية واتسو ايفر خلاف الايدجنج بتاع الموديل بتاع الحاجه اللي انا بشتريها. فهو بيقول من اشهر الامثله الرياضيه المثال بتاع الديبريشيشن موديل. الشكل العام بتاع الفانكشن اللي انا عايز اجيبها بتبقى الفي بيساوي ام تي زائد في نود. الام والفي نود دول نمبرز، طبعا اتس ا دايركت ابلكيشن اون ا ستريت لاين. في بعض الديفينيشنز البسيطه، الفي اوف تي اللي هي الفاليو فانكشن اد ان ذا يوزج تايم، الفي نود ده الاوريجينال فاليو اوف ذا ماشين، الام اتس ذا ريت اوف الريت اوف ا تشينج اوف ذا فاليو وذ ريسبكت تو تايم، التي ستاند فور الوقت الاستخدام. خليني ما اكترش قوي في ده لان ده اوريدي موجود عندك، لكن تعالي نحل مساله من المسائل ونفهم بالظبط ايه اللي احنا هنعمله فيها. قبل ما احل مساله انا هحتاج هنا القانون ده. القانون ده احنا درسناه قبل كده في شابتر 2 في اللي هي علاقه الستريت لاين، هاو تو فورميوليت ستريت لاين.
اللي انا بحتاجه هحتاج البوينت دي انا اكونها من نفسي والبوينت دي اكونها من نفسي. البوينت الاولانيه هو سعر، السعر بتاع اي قطعه انا بشتريها، اي ماشين، اي عربيه جديده او وقت ما انا اشتريتها بالنسبه لي. لو انا بشتري العربيه دي موديل، خلينا نتكلم على العربيه، لو بشتري سياره موديل السنه، عربيه موديل السنه، يبقى اذا يعني بشتريها من الوكاله بتاعتها، يبقى اذا دي الفاليو وليكن مثلا 100,000، وقت الاستخدام زيرو، لان انا المفترض جايب العربيه دي. حتى احنا بنقول ايه العربيه زيرو، يعني ايه كلمه زيرو؟ زيرو دي يعني لم يتم استخدامها، زمن استخدامها صفر. يبقى اذا زيرو بيساوي الفاليو زيرو والفاليو بتاعت العربيه دي. البوينت الاولاني. البوينت رقم اتنين، انا هستخدمها for how long، بعد كام سنة هبيعها او هتخلص منها. يبقى دي الفاليو فاينل بتاعت العربية دي. طبعا ممكن الناس بالنسبة للمعدات تستهلك، او المصانع يستهلك المكنة بتاعته لغاية لما تبقى fully depreciated. يعني ايه fully depreciated؟ يعني تشيلها ترميها في التراش بين، خلاص تشيلها ترميها في اقرب دامستر بالنسبة لك، تبيعها للسكراب برس، تبيعها للجهاز بتاع ضغط الخردة، حتى تديها له، مش تبيعها له، تديها له، تتحايل عليه ياخدها. يبقى إذن الفاليو فانكشن، الفاليو فاينل بتساوي زيرو. يبقى إذن أنا لازم تفورميوليت التو بوينتس دول. مجرد ما أنا جبتهم بطبق في الستريت لاين إكويشن. لو أنت تفتكري في شابتر نمبر 2 كنا بنقول y minus y1 على x minus x1، وده هيساوي y2 minus y1 على x2 minus x1. هنا هي هي بالضبط، بس بدل x1 y1 و x2 y2 أنا عندي x نود أو t نود v نود وبعدين tf و vf. بعد ما بعمله simplification بيبقى على الشكل اللي تحت ده. بالتالي ناخد مسألة هتبقى الأمور أسهل. بصوا كده، بصوا مرنا بيقول إيه؟ بيقول new machine price is 80,000. في spare part or certain type of machine سعرها جديدة أي new بيساوي 80,000. The machine will be fully depreciated after 6 years. المكنة دي أنا هجيبها شغالة، لو قعدت معي 6 سنين خلاص تبقى fully depreciated، ما عادتش تنفع بأي حاجة، مش قادر استفيد منها، هرميها على طول في الدامستر. أنا عايزك تعملي إيه؟ Determine the value time function controlling this machine and evaluate its price after 4 years. واحسبي لي سعرها كام بعد 4 سنين. أول خطوة هعملها لازم تفورميوليت التو بوينتس اللي أنا اتكلمت عليهم فوق. زمن الاستخدام بتاع الماشين دي زيرو، مكنة جديدة نيو، كانت القيمة بتاعتها بكام؟ ب 80,000. طيب انا هستخدمها 6 سنين، طبعا للسيناريو بتاع المساله، هيبقى السالفج فاليو بتاعتها بتساوي كام او الفاينل فاليو بتاعتها كام؟ هو قال لي فولي ديبريشيتد، يبقى بتساوي زيرو. هروح استخدم التو بوينتس دول اهم، يبقى في ماينس في نود على تي ماينس تي نود ايكوال في اف ماينس في نود على تي اف ماينس تي نود. هروح بقى اشيل الفي نود واحط 80,000، واشيل التي نود واحط زيرو. بعدين هاخد الرقمين دول بالظبط يا ميرنا، انقلهم اليمة التانية. قدام ال 80,000 هحط زيرو، وقدام الزيرو هطرح الستة، يبقى 6 ماينس زيرو. ميرنا لغاية ما انا واقف كده في اي مشكلة؟ لا تمام دكتور، تمام دكتور، تمام تمام. ولا انت بتتفرج على التلفزيون وبتقولي تمام وتقلبيني؟ لا لا يا دكتور، لا لا انا بس في حتة فيها تكييف عشان كده قال يوم اللي فاتحين انا مع حضرتك. لا يعني انت معايا كويس قوي. لا لا ما تخافش دكتور. انت فاكره دي فين الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه ده؟ ده كان في الشابتر نمبر 2 بتاع الستريت لاين. ايوه ريليتد ليها، اللي هي واي 2 ماينس واي 1 والاكس. روعه روعه يا ميرنا، روعه. طبعا كل اللي انا هعمله هحسب الفاليو اللي انا بشاور عليها بالكورسر دي، فاقول 0 ماينس 80,000 ديفايدد باي 6، يقوم القيمه دي هتطلع ماينس 13,333.33. هضرب كروس برودكت، يوم التي تتنقل جنبها، بعدين الماينس 80,000 هنقلها الطرف الثاني. من الاخر هعمل لها سمبليفيكيشن، هحصل على الايكويشن اللي انت شايفاها قدامي دي. لو انا سالتك دلوقتي وده مهم قوي، تقدري تو انتربريت، تديني انتربريتيشن للنمبر اللي انت شايفاه ده اللي هو 13,333.33؟ خليني انا اقوله. اولا العلاقه اللي موجوده قدامي لازم تبقى نيجاتيف. لازم، ليه لازم تبقى نيجاتيف؟
لأنها decreasing type أو ما هي indirect relationship ما بين الفاليو وما بين التايم. مش احنا في الستريت لاين درسنا ان في دايركت ريليشن شيبس وفي اندايركت ريليشن شيبس. الدايركت ريليشن شيبس اللي هو كل ما التايم يزيد كل ما الفاليو تزيد، كل ما التايم يقل كل ما الفاليو تقل. لكن انا عندي هنا انفرس ريليشن شيب، كل ما التايم اوف يوز يزيد كل ما الفاليو اوف ذا ماشين ويل ديكريز. لذلك لازم النمبر ده يبقى نيجاتيف. ادي اول معلومه. معلومة التانية ال 13,333.33 سنتس دول stand for what؟ دي الفاليو دي القيمة اللي سعر المكنة هينقصه كل سنة. يبقى each year the value of the machine will be decreased by this amount. لو هي لسه جديدة حط التايم بيساوي 0 يبقى 88,000، هيبقى 0 ماينس ده بيساوي 80,000. طب لو انا استخدمتها 4 years هشيل التي واحط 4 يبقى it will be 26,667. يبقى انا عرفت دلوقتي ان الماشين جديده بتساوي 80,000. لو انا استخدمتها 4 سنين هيوصل سعرها 26,667. روعه. الستيب اللي بعد كده انا خلصت المساله دي كامله، ارجو انها تكون واضحه يا مرنا. لو انا نزلت على الاكزامبل اللي بعد كده هي نفس اللي فوق بالظبط، بس انا مغير حاجه صغيره خالص. المساله هنا ظهر ليها سالفج فاليو. بص بيقول ايه، بيقول a new forklift machine will be purchased by 300,000 EGB. The salvage value after being used for 8 years will be 48,000. Form the depreciation function and determine the time for the machine to be fully depreciated. هو عايز ايه؟ بيقول انا هشتري فوركليفت اللي هو وينش اللي هو بشوكه بيستخدم في التحميل، تشيلي حاجه تحطيها على عربيه او تشيلي حاجه من عربيه تنزليها على الارض. الوينش ده ثمنه 300,000 ده هو جديد. لو الشركه استخدمته 8 سنين تقدر تبيعه تعيد بيعه ب 48,000. انا كمان عايزك بعد ما تكوني الموديل ده تعرفي لي بعد كام سنه الجهاز ده هيبقى فولي ديبريشيتد ما يتباعش، يبقى خرد ارميه في الدامستر. السؤال يا دكتور، هو افتراضا يعني المارجنال بروفيت هيبقى 300,000 ماينس 48,000؟ اه لا، مش المارجنال بروفيت، الفيكسد كوست. لو انا بكون فيكسد كوست على الموديل اللي هناك، لا انا بتكلم هو مش المارجنال بروفيت، بيبقى الفرق ما بين الريفينيو وال وهو اتفضلي كملي. ريفينيو والكوست، ريفينيو ماينس كوست. طيب وهو فين الريفينيو؟ هو انت عندك هنا ريفينيو؟ انا اسف، ده الشركه هي اللي هتشتري. ايه ايه يعني انا لسه هشتريها جديد؟ لا بص معاكي، بص ميرنا، اللي انت قلتيه ده لما يبقى عندي برايسز وعندي فاريبل كوست، ده المعنى بتاع المارجنال بروفيت. اوكي، لكن ده doesn't apply على السيناريو اللي قدامي. السيناريو اللي قدامي انا هشتري، هي فيها صله قرابه بين المثال بتاع شركه ايفز اللي هو اشترى عربيه ب 15,000 وهيبيع لها سالفج ب 4.5، فالفرق بينهم 10,500. فاهماني في الكافيكسد كوست ده في الموديل اللي فات. لكن انا هنا بالنسبه لي انا مش مدي البيانات دي، انا هنا بقول لك انا هشتري مكنه جديده ب 300,000 هستخدمها 8 سنين، بعد ال 8 سنين هتبقى قيمتها 48,000. مش شرط ابيعها، بس هتبقى القيمه بتاعتها بقت 48,000. هو انت دلوقتي لو نزلت تشتري عربيه جديده زيرو هتشتريها بسعر، لو قعدت معاكي سنه سعرها هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا يقل؟ لا هيقل. الاهلاك كل ما بتزيد السنه كل ما السعر بيقل. بس خلاص يبقى ميك سنس، انت كده فاهماني كويس. الخطوه اللي انا هعملها حالا عشان اكون الموديل قدام ال 300,000، لان المكنه دي جديده هيبقى التايم بتاعها بيساوي 0 اهو، 0 بيساوي 300,000. طيب بعد ما استخدمها 8 سنين هيبقى سعرها بقى كام؟ 48,000. تمام يا مرنا؟ انا جبت ال 2 بوينتس وهروح معوض في الايكويشن اوف فاليو او الفاليو تايم ايكويشن. يبقى اذا هستخدم الفي نود والتي نود والفي اف والتي اف بالشكل اللي احنا شايفينه.
لما ارتب الموديل ده هيطلع بالشكل اللي انت شايفاه تحت ده، اللي هو VT بيساوي minus 31500T plus 300,000. عايز اسألك سؤال، تقدري تقولي لي ايه هما هو 31500؟ ايوه، ايه معناهم 31500 plus 300,000؟ لا انا عايز اعرف 31500 ايه معناهم. Interpret the meaning of the slope of the rate of change of the 31500. ايه معناه؟ يعني حضرتك تقصد ال y equal m x plus k ولا حاجه؟ ما هي كده، ما هي كده، ما هو ده اهو y بيساوي m m x plus k k. انا بقى عايز اسالك ده معناه ايه؟ السلوب ده، السلوب ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ايه في المساله دي؟ طيب تسمحي لي انا اقول؟ اوكي. معناه ان الـ value of this machine will decrease each year by 31,500. كل سنة سعر المكنة هينخفض 31,500. اوكي، فهو لو هو بيقول لي مثلا how many years it will be depreciated. Fully depreciated. Fully depreciated. فانا هحط T بيساوي zero. حط الفاليو بتساوي زيرو، ما هو فولي ديبريشيتد يعني مالهاش فاليو. اهو اول ما احط الفاليو بتساوي زيرو يقوم يطلع لي التايم بيساوي ابروكسيميتلي 9.53 يير، يعني تقريبا بعد التسع ونص، بعد التسع سنين ونص من الاستخدام الماشين بتاعتك دي مش ما عادش لها قيمه، ما حدش هيشتريها، ما عادش لها فاليو، ما عادش لها، ما عادش لها سالفيتش فاليو، تبقى كومبليتلي ديبريشيتد. يعني احنا نعمل نيجاتيف 31000. ايه تمام يا دكتور، يعني احنا نعمل نيجاتيف 30، يعني احنا هنعمل نيجاتيف 31000. تمام، هتعملي نيجاتيف 300000 ديفايدد باي يعني 31.5. تطلع 9.53. That's exactly right. اوكي طبعا احنا انا خلصت الشابتر الاولاني، مفيش فيه اي حاجه اكتر من كده. ده في الامتحان، الشابتر اللي احنا فيه ده بيجي في الامتحان فيه غالبا سؤالين، انا هحب اسالكم فيه سؤالين، غالبا ممكن اسالكم سؤال على الديبريشيشن. طبعا، هو انت هتفرق معاك ايه؟ انا هديلك المثال ده، شايف المثال اللي انا بشاور عليه مثلا يعني، وهطلب منك انك توجدي الديبريشيشن فانكشن. يعني انت هتروحي بقى لوحدك تعملي دول وتجيبي ده وتادي ديبريشيشن فانكشن، هدي لك A و B و C و D، تشوفي انا فيهم واحده صح وتختاريها. فهمتيني يا مرنا؟ فهمتك يا دكتور. اوكي، الشابتر اللي احنا فيه ده هيجي منه 2 بوينتس في الفاينل اكزام، هيجي منهم واحده على الموديل الاولاني اللي هو انك تجيب الفيكسد كوست فاريبل كوست ريفينيو توجد بروفيت فانكشن، وهيجي واحده على الديبريشيشن. بيتهيألي كده واضح جدا يعني. لا لا totally clear. اوكي. خلينا نوقف خلاص احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا. اتمنى انك حاولي تراجعي الحاجات دي، طبعا هيبقى في السكشن هتلاقي حسن غالبا كتب، هو ممكن يبقى ثانية واحدة انا ببص على الواتس اهو علشان على الواتساب عشان نشوف ايه. غالبا هيبقى هيوضح ميعاد السكشن، بالتالي ان هو يا بكره مش عارف هو ايه، وبيقول ايه اون ساندي ان شاء الله، مش عارف هل هو خليني انا هكلم حسن واشوف، بس هو المفترض ان هو المحاضره بتاعته تبقى بكره ان شاء الله باذن الله يعني. ماشي، السكشن هيبقى بكره ان شاء الله، فهوبفولي ان الامور كلها تبقى تمام معايا. مرنا لو في اي حاجه او حبيت تستفسري عن اي شيء بس على طول حاولي تبعتي لي على الواتساب، او حاولي انك انت تكلمي حسن على طول، وبالتالي الامور تبقى واضحه جدا بالنسبه لك. تمام كده يا فندم؟ اوكي ماشي يا شباب، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.
ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نفس الميعاد. تحياتي ليكم كلكم وكل سنه حضرتك طيب يا فر. كل سنه وانت طيب يا مرنا. الله يخليك. شكرا. مع السلامه. مع السلامه.